بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في دوري الأمم الأوروبية. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية، مع التأكيد على الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، ويكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود 10 دقائق. والنهاردة هينطلق تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ماراثون الدرجات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهيشارك فيه 25,000، وده في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدرجات والتنمية المستدامة. الماراثون هينطلق من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولاً إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، والمسافة دي حوالي 21 كيلومتر. وبعد انتهاء الماراثون هيكون في احتفالية كبرى بمشاركة عدد من نجوم الفن. والنهاردة هيصل منتخب غينيا إلى القاهرة استعدادا لمواجهة مصر في مستهل مشوارها بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، والمباراة هتتلعب يوم الحد اللي جاي. ولعشاق الكرة الأوروبية، موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. هيلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب هولندا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب الدنمارك.